بعدين يعني لوين ممكن يوصلوا بهذا التفكير؟ يمكن يفكروا بزواج يرتبطوا، أو يمكن يستمروا بشكل بهذا الشكل يعني لوقت طويل. هلا لما تكوني بمجتمع عربي وتعيشي مساكنه، فرح اقول لك المشكله الاولى والاساسيه رح تفاجئك هلا، انه المشكله بالانثى. المشكله انه هيدي الانثى نسيت الوعي الانثوي تبعها، هيدي الانثى مشيت بترند تبع المساواه بين الرجل والمراه نعم بمجتمع تختلف فيه المساواه بين الرجل والمراه، بطبيعه الرجل والمراه. قبل ما نحكي دين وقبل ما نحكي مجتمع، الرجل هو اللي بيقدم للمراه الاستقرار والامان مظبوط والثبات، هيك طاقة وهيك بالوعي صح وهيك بتركيبة الإنسان الفطرية وبالبنية الجسدية للرجل. فهو القوي هو اللي بيحميها، هو اللي بيعطيها الإطار الحيطان لتكون هي الفلونس تبع الأنوثة تبعها، لتكون هي كأنثى موجودة. لأنه نحن صرنا عاملات قوايا صاحبات شخصية قوية بنشتغل، فكتير نحن بنشبه الرجل، فصرنا كتير بنقبل انه نكون مع حدا نكون ايكوال. وبالتالي نحن اول شيء رافضينه، رافضين انه انا اكون انثى، انا كتير متصالحة مع انوثتي. اوكي لما بعلي طاقة الانوثة تبعي ما حاقبل اكون مع رجل ما قبلان يحط لي اطار بمجتمع بحسسني بالذنب او بحسس انه انا اود او انا غريبة اذا انا كنت عايشة بمساكنة. اوكي، يعني برأيك فلما طاقة تشتريه الذكورية هي غالبة على البنت اللي بتقبل المساكنة؟ yes thank you نعم، قبلينا إنه هيدي الطاقة تسيطر على حياتها وإنها تكون عم بتعيش المساكنة من فكرة إنه هي قوية وإنه هي قادرة إنها تتحكم بكل شيء حواليها، وهون بتكون ما عم تتلقى الطاقة المضبوطة من الرجل. هيدي باختصار يعني. exactly أوكي exactly طيب، وفي نظرة تانية بس للبنت؟ خليني احكي قصه كثير تفضلي مهمه تفضلي. كثير مهمه. نحن لما نقول عنا وعي مو معناته انه الانثى بتعرف انه هي عندها طاقه ذكوريه. يعني 90% من الصبايا بهيدا الوقت، 90% من الصبايا اللي بتشوفيهم وعندهم شغل وكده، بينجذبوا لعلاقات لاشخاص غير مسؤولين. هي هيدي طاقه التوازن بين الين واليانغ. اوكي، نعم سو وقت تقولي انثى طاقتها ذكوريه عاليه، هي unfortunately هي ما بتعرف انه طاقتها ذكوريه عاليه. هي ماشيه بالحياه انه هي عم تعمل كثير شيء منيح، عم تكون صح قويه، عم تكون جدع، عم تكون كل هيك. فبالتالي هي بتقبل بالمساكنه من وجهه نظر كمان القوه، من وجهه نظر القوه ومن وجهه نظر انه انا قادره اكون اللي انا بدي اياه. طيب فهي بالتالي بتعبر عن انوثتها بطاقه ذكوريه. طب وبرأيك ليه المجتمع العربي بعده بخاف من موضوع المساكنة؟ ليه شايفينها كتير موضوع سلس بالدول الغربية ونحن عنا بنخاف منه؟ لأنه الدول الغربية ما فيها الأطر اللي موجودة فيها الدول العربية، ما فيها الأنظمة، ما فيها البرمجة العقلية اللي موجودة بالدول العربية. أنت بالدول العربية عندك برمجة مجتمع كامل شرقي عايش بيحسب الدين، يعني عنده الدين نمبر الأخلاق والقيم اللي بيتربوا عليها من البيئة الكبيرة، بغض النظر إنه ممكن يكون في أفراد بتعيش أو هيك. نعم البيئة الكبيرة هي بيئة محافظة، والصوت العالي فيها إنه ليجتمعوا اثنين مع بعض بدهم يكونوا تحت إطار الزواج. فأنا ليش لحتى ما يكون في زواج؟ شو القصة؟ القصة إنه نحن طالعين بدنا نطلع من برمجتنا. أوكي، نحن حرين تمام، اوكي بس ما بيمنع هيدا الشيء انه المجتمع يرفضنا لانه نحن برات المنظومة تبعه، طيب، نحن وإذا عم إجا طرف، نمشي غير. نعم، طب وإذا إجا الطرف الثالث يلي هو الأهم من الأم والأب أو الرجل والمرأة، أو إجا الطفل، شو بصير؟ او ماي جاد، شو بيصير؟ بيخلق بلا اطار بمجتمعنا، بيخلق بلا اطار. بلا هوية. بنكون عم نحضر شخص لرحله، الله يعينه بهالرحله، بده 100 لايف كوتش يمشي معه لحتى يقوي، هو من ربه بيخلق بطل. اوكي، سو برايي اللي بدهم يعملوا مساكنه يسافروا. يعني اكيد يسافروا بهالبساطه طيب هبة، بهالبساطه، في كتير أشخاص بيحكوا أو عن ليش ما يكون في هيدي الورقة؟ يعني ليش ما تكون هو هيدا السؤال، هو هيدا هيدا السؤال، ما زلت اتنيناتهم قبلانين يعيشوا مع بعض وقدرانين انهم يتأقلموا مع بعض، هيدي الورقة شو رح تغير عندهم؟
رح تغير استيراد فكرة من مجتمع غربي من بيئة حرة، وإنك تحطيها ببيئة محافظة، فبالتالي بتطلع غريبة الشكل، بتطلع غريبة كتير. أوكي، لأنه لما بنفتح تلفزيون اليوم بالأعلام والسوشيال ميديا والأفلام كلها، فكرة المساكنة فكرة كتير فيها حرية، وفكرة فيها كتير حلوة وسهلة، وسهلة على الرجل بهيدا الوقت اللي بيتعرض فيه هو لضغوط كتير، لأنه صار الزواج بمجتمعنا مو اجتماع فردين أو من رضيتهم دينه وزوجوه، صار الزواج بمجتمعنا مشروع كتير بده يعدوا له العدة، وكتير بدهم يعملوا له قصص ويجيبوا له أساسيات. أوكي، ما بقى بهيدي الحرية اللي كان موجود فيها قبل بمجتمعنا العربي، قبل المجتمع قبل الحضارة كان كتير حر. بتصور إنه اثنين يتزوجوا ويعيشوا هيدي التجربة بغض النظر شو كان اسمها.